للزمالك مع بيراميدز مباريات لا تنسى في آخر 5 سنوات، مباريات كان فيها التفوق للزمالك أسطورياً في واحدة من أهم مواجهات الكرة المصرية خلال المواسم الماضية. الزمالك وبيراميدز دائماً هي مواجهات المتعة والإثارة. في دوري الموسم الماضي 2021-2022 نجح الزمالك في الفوز على بيراميدز ب3 أهداف مقابل 2 في لقاء مثير بالدور الأول. تقدم وقتها أشرف بن شرقي ورد بيراميدز ب2 لعلي جبر وفخري لكاي، قبل أن يرد الزمالك ب2 آخرين عبر عمر السعيد وإمام عاشور ويحصد 3 نقاط غالية في الدور الأول. وفي الدور الثاني كان الموعد مع أجمل مباريات الموسم وقتها للزمالك مع مدربه البرتغالي جوسفالدو فيريرا، وكرر تفوقه على بيراميدز عبر أداء جميل وكرة ممتعة انتزعت آهات الجماهير في المدرجات، وحقق الزمالك في نهاية المطاف الفوز ب3 أهداف دون رد سجلها أحمد مصطفى زيزو وسيف الدين الجزيري ومحمود عبد الرازق شيكابالا، وحصد في نهاية المطاف لقب بطل الدوري الممتاز. الزمالك له مباراة أخرى لا تنسى مع بيراميدز محفورة في أذهان جماهيره، وجرت بين الفريقين في نهائي كأس مصر 2019، وهي مباراة شهدت فوز كبير ومدوي للزمالك ب3 أهداف مقابل لا شيء سجلها يوسف أوباما وأشرف بن شرقي 2 في ليلة 8 سبتمبر 2019، وحصد خلالها الزمالك لقب الكأس. وبعد أيام يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر، والجميع ينتظر انتصار جديد وتقدم لنهائي كأس مصر.